السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا دواء زيتي اللي هو رخيص وسهل وكيوجد بسرعة. أنا المذاق ديالو الأصلي بمنكه بالحامض ومزين بجنجلة. تابعونا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله بمقادير ديال هاد الحليوة. كنحتاجو بيضتين، قشر ديال الليمون الحامض، نصف ليمونة، كأس إلا ربع زيت ما يعادل 80 مللتر، كأس إلا ربع سكر سنيدة ما يعادل 80 غرام سكر سنيدة، خميرة كيماوية ما يعادل 8 غرام خميرة كيماوية، ودقيق حسب الخلط. كنبداو على بركة الله بالطريقة. كنحتاجو سكر سنيدة 80 غرام، بيضتين، كنحتاجو قشر ليمون حامض، ممكن تعوضوه بالفاني او اي نسمة كتختارو، وكنحركو. من بعد ما درتلنا سنيدة حنا كنضيفو الزيت ونخلطو، وكنضيفو الدقيق شوية بشوية، خميرة كيماوية، العجين ديالنا هي واجدة كما كتشوفوا، ما كتكون قاسحة ما كتكون خفيفة، كتكون قابلة أننا نكوروها. باش كنزينو هاد الحليوة هادي كنحتاجو بيضة كاملة وكنحتاجو زنجلان. كنشدو البيضة كنحركوها. الآن كنكورو الحليوة ديالنا على شكل كورات، كندوزوها في البيض وكنقصوها في الزنجلان على هاد الشكل. من بعد كنحطو، حنا كنديرو البيض كامل، بعد كنديرو الزنجبيل البيض كامل، كيمنع ان اي حاجة تفرتت منه كتبقى لاصقة فيها. من بعد ما استفنا الحلوة ديالنا في الطاو، فحنا كنديروها في الفران على حرارة متوسطة حتى كنضج. حلوة دواء زيتي هانتوما كتشوفو طيا وجدناها. بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش الزنجبيل ممكن انهم يديروه يفندوها في كاوكاو او في اللوز على حساب الرغبة، وممكن حتى علاش لا يديروها في الكوك. كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو في القناه.